بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلابي وطالباتي، معكم المعلمة أمجاد الشهري من معاهد وبرامج التربية الفكرية للمرحلة الدراسية التأهيلية، الصف الدراسي أول تأهيلي، الفصل الدراسي الثاني، المادة التربية الفنية. عنوان درسنا لهذا اليوم إثراءات. المجال المستهدف الفني، المجال المساند، الحركة الدقيق. قوانين درسنا لهذا اليوم: أولاً جهز كراستي وأدواتي التي أحتاجها، ثانياً أستمع إلى الدرس بتركيز، ثالثاً أتابع الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص. اليوم بإذن الله طلابي سوف يكون لدينا مراجعة لما أخذناه في فصلنا الدراسي الثاني. أولاً تعرفنا على ماذا؟ كولاج الأساور، وذكرنا هو ماذا؟ هو تكنيك فني يقوم على تجميع أشكال مختلفة من القصاصات أو الأوراق لتكوين عمل فني جديد يسمى بكولاج الأساور. إذن أخذنا ماذا؟ كولاج الأساور، وكان عبارة عن تكنيك فني يقوم على ماذا؟ على تجميع أشكال مختلفة من القصاصات لتكوين عمل فني جديد. وأخذنا هنا طريقة تشكيل كولاج الأساور. مثلا لدينا هنا هذه القصاصات المختلفة باللون الأخضر والأحمر والبرتقالي، لدينا هنا هذه اليد، ذكرنا نقوم بتثبيت القصاصات على معصم اليد مثل ما نشاهد هنا، لدينا هنا القصاصة الأولى وهنا القصاصة الثانية وهنا القصاصة الثالثة، فأصبح لدينا عمل فني يسمى بماذا؟ يسمى بكولاج الأساور. إذا تعرفنا على ماذا؟ أحسنتم، كولاج الأساور، وهو تكنيك فني يقوم على استخدام هذه القصاصات على المعصم. ذكرنا أيضا أدوات تشكيل كولاج الأساور، ذكرنا نحتاج لكراسة وأيضا قصاصات بالإضافة إلى قلم رصاص والألوان. إذن ما هي أدوات تشكيل كولاج الأساور؟ أحسنتم، نحتاج كراسة، قلم رصاص وقصاصات، أحسنتم، بالإضافة إلى الألوان. طيب طلابي، أيضا تعرفنا على ماذا؟ اللي هي الطينة الخزفية، وذكرنا أدوات تشكيل الطينة الخزفية، نتعرف عليها من خلال هذا التمرين. الإجابة الصحيحة سوف نضع عليها علامة صح، والإجابة الخاطئة نضع عليها علامة خطأ. أدوات تشكيل الطينة الخزفية، لدينا هنا بعض الصور، لدينا إسفنجة، ولدينا هنا سلك معدني، ولدينا هنا زرادية بالإضافة إلى طينة. سوف نوجه السهام هنا على الإسفنجة. هل الإسفنجة من أدوات تشكيل الطينة الخزفية لصنع آنية خزفية؟ هل أخذناها سابقا طلابي؟ هل ذكرنا الإسفنجة سابقا من أدوات تشكيل الطينة الخزفية؟ نضع علامة صح أم خطأ؟ أحسنتم، نضع علامة صح. لماذا؟ لأن الإسفنجة من أدوات تشكيل الطينة الخزفية. طيب لدينا هنا نصوب السهام على السلك المعدني، هل السلك المعدني من أدوات تشكيل الطينة الخزفية لصنع آنية خزفية؟ نضع علامة صح أم خطأ؟ أحسنتم، نضع علامة خطأ. إذن السلك المعدني ليس من أدوات تشكيل الطينة الخزفية. طيب نصوب السهام هنا على الزرادية، هل الزرادية من أدوات تشكيل الطينة الخزفية؟ نضع علامة صح أم خطأ؟ أحسنتم، نضع علامة خطأ. إذن الزرادية ليست من أدوات تشكيل الطينة الخزفية لصنع آنية خزفية. طيب لدينا هنا نصوب السهام على الطينة، هل الطينة من أدوات تشكيل الطينة الخزفية لصنع آنية خزفية؟ نضع علامة صح أم خطأ؟ أحسنتم، نضع علامة صح. إذن لدينا هنا من أدوات تشكيل الطينة الخزفية لصنع آنية خزفية، ذكرنا نحتاج إسفنجة بالإضافة إلى الطينة. طيب طلابي، لدينا الآن اللي هو ماذا؟ الرسم والتلوين على الحرير، أخذناه أيضا سابقا، نشاهد الآن مع المعلمة. ذكرنا في الرسم والتلوين على الحرير نقوم بنسخ التصميم باستخدام ماذا؟ رسمات حرة أو باستخدام الاستنسل، وذكرنا هنا
لدينا هنا أدوات أو ألوان التلوين على الحرير بالإضافة إلى بعض الصمغ اللامع للتلوين على الحرير. لدينا هنا هذه الرسمة، رسمناها سابقا في دروسنا السابقة. اليوم بإذن الله سوف نقوم بتلوين هذه الرسمة باستخدام ألوان القماش أو ألوان الحرير. لدينا هنا الألوان، سوف نختار مثلا لدينا اللون البرتقالي ونلون الأجزاء الداخلية لهذه الوردة الجميلة بهذه الطريقة. نشاهد ألوان الحرير سهلة في التلوين. إذن الآن نقوم بتلوين الرسمة من الداخل أو الوردة. هنا لدينا الجزء الأول، ولدينا هنا الجزء الثاني. نحاول نكون داخل الحدود بهذه الطريقة. إذن هنا نلون داخل الحدود مثل ما نشاهد بألوان القماش. طبعا في ألوان قماش نستطيع استخدامها بالفرشة، وألوان قماش مثل هذه تكون قلم. وهنا لدينا أيضا هذا الجزء من الوردة. أيضا نلون جميع الأجزاء الفراغ المتاح لدينا. وأيضا هنا لدينا هذا الجزء من الوردة. إذا نحاول نكون داخل الحدود. وهنا لدينا هذا الجزء. إذا نحاول نلون داخل الإطار. وأيضا هذا الجزء. إذا هنا نلون جميع المتاح لدينا هنا أو الفراغ. بقي لدينا هذا الجزء. طبعا مثل ما نشاهد حددناها سابقا اللي هو بالقلم اللامع. وأيضا هنا لدينا هذا الجزء. بقي لدينا الأوراق، نقوم بتلوينها باللون الأخضر. وأيضا لدينا هنا هذا الجزء. ولدينا هنا أيضا هذا الجزء الداخلي، نقوم بوضع مثلا لدينا هنا لون بني بهذه الطريقة. وهنا اكتمل لدينا تلوين عملنا الفني اللي هو على الحرير باستخدام ألوان الحرير. إذن إلى هنا طلابي وطالباتي انتهت أنشطة درسنا لهذا اليوم. توصياتنا لأولياء الأمور التركيز على رفع مستوى الدافعية بالإضافة إلى المتابعة ونقل الخبرات والأثر التعليمي أثناء الحصة إلى البيئة من حولنا. انتهى درسنا لهذا اليوم، كنت أنا معكم معلمتكم أمجاد الشهري، أراكم بإذن الله في الدرس القادم، مع السلامة.